السلام عليكم. سلام وذياب، كيف حالك؟ مرحبا ابو محمد، حياك الله. مساك طيب. الحمد لله. اليوم سابقنا عسيفه اشوفك. والله ظروف. الظروف والهواء يقولون. ايه الظروف اخر الشتاء. يا سلام. اليوم عاد ابو محمد ما شاء الله نحن تقريبا في اخر درور الشتاء. لا خلصت. خلصت؟ انتهى. هذا اول يوم من درور الصيف. اول يوم من درور الصيف؟ اول يوم اليوم في العشر. ما شاء الله. لين المياه يا ثريا. ايه. غيوب ثريا. هذا الحين عندك الى 60. 60. ايه. خلاص تغيب. الحين عندك هاي العشر والعشرين والثلاثين والاربعين والخمسين والستين وست المساريج. ما شاء الله. عقب الستين تي ست المساريج اللي. ست المساريج. هي ست المساريج. أول المغني يقول فيها قيض وانعامي. هي. هاي اللي تسرق الشهور اللي شهر 29 وشهر 30 وشهر هذا الهذاك يحسبون هذا من 29 يكملون يوم واحد يكملون هالست الأيام يكمل الشتاء 360 يوم سنة. ما شاء الله. هاي المساريج اللي يحسبون عليها. هي. والمغني يقول فيها ست المساريج فيها قيض وانعامي. يا سلام. اليوم ست المساريج بعد الناس بتنبت. يا سلام. بتنبت النخيل عقب ست المساريج هذه. ايه ايه. هذه تجي في شهر واحد ابو محمد. اه والله ما ادري بالشهور كم بتي. هي. اليوم من اليوم شهرين وخمس ايام. شهرين وخمس ايام. شهرين كاملات والخمس هي ست المساريج. ما شاء الله. عاد يوم تخلص الدرور الشتاء ابو محمد الضغاوي ما شاء الله تبدا عاد هنا. تبدا عاد هي تبدا ان الصيد عندنا نحن يستوي يطلع النباء المنبت. صح. تقرب لهذاك يحر البحر. ما شاء الله. الصيد يجي على الساحل تطلع الايوام لهذاك. كان الشتاء طالعه بحر. صح. تنزل تدور الدفو الصيد. ما شاء الله. بايام القيض الصيف خلاص يجي على الساحل. صح. عاد اللي يجي على الساحل بعد خير وما شاء الله بركه ابو محمد. اول كان الابضر بفراخ ما قال طيره وهذا. جينا ايش بقول لك؟ نوع نقول لحن مساود. يي هذا 300 متر 400 شو تسمونه ابو محمد؟ مساود. مساود. اي هذا خلاص بدا عاد يساود يرتص في الحر. هي. هذا يتولف يتجمع. صح. ويساود مره على سطح البحر تشوفها ما يحتاج تقول قار مصبوب في البحر. ما شاء الله. اي خلاص يقول لي ما هاي مساوده. هي. شو يشيلها ما يشيلها قطين. مثل المطار تقول لي ابو محمد. هذاك اول الصبح. اول الصبح. لكن عقب من تحمى عليه الشمس خلاص قال لي مرتصت. هي. وغدات ما يحتاج تقول قار. ما شاء الله. ساودة. ساودة. نعم نعم. بس ما تاخذ منها الا مفرش يم. هي. ما توازيها. هي. بس مفرش يم. مفرش يم بالله عباره كم بقول لك؟ كم؟ 100 يارده 150 يارده. هي. يعني ما تقوم لا كامل ما تكمل عليها. هي. شو يشيلها؟ ما يشيلها قطين. صح. ايام الصيف خلاص يقولها والله مجنون. صح. شوف اللي مساوده ليش يتوح عليها كذا كلها؟ صحيح. يتوصفون عليه. اللي تقص عن الغزل وتقص عن القطين هذا قال فلان مجنون. هي. شوف هي مساوده. صح. ايام صيف تجلع تجلع الرمل. هي. بعد ذيك الايام تعتمدون على قوتكم ابو محمد ما شاء الله الحين في مكاين وفي لا لا ما يصلح الحين هذا كله اول كله اللي على اليد. هي. اذا عطى التالع الحين هنا نزل التالع. هي. سبعة ثمانية انفار نزل الغزل. هي. قول نزل الصوره فوق اللي هو السلق. اقول لك في هذاك قوتهم والبسالف هذا. هي. يقول لا تطوف اليمه ما في سياره ولا شيء. هي. اذا هم عشرة لازم يوم تي تقول هذا شاق لنا كلكتر شدة ريولهم شاقه في الارض كلها. ما شاء الله. ابن هاي الرمله تراها نحن السوداء لازم ريوله شاقه الارض منه ما يقدر يشيلهم. ما شاء الله. زين عاد قوه اليمه تشيلهم. هي الاوليين عاد عندهم ما شاء الله قوه الاوليين مثل ما اللي يسوق البريه. هي. اربعه انفار مثل ما هاي سيرها. ما شاء الله. زين عاد يحطونها على راسهم الاوليين. بعد تخبرني ابو محمد تو اللي يجيهم متاخر. آه. يفرون الميدان. ايه اليوم ابو عبد الله وبعد ابو عبد الله. ايه متاخر. متاخرين يفرونهم ميدان اليوم ويورون عليه التالع. هذا الزمن الاول. ايه الحين بنسير لهم ابو محمد. ايه وبنشوف ان شاء الله علومهم اذا بنفر لهم ميدان ولا اذا ما حصلنا غيره. ما عشان شيء بتروح لهم. يلا حياك. يلا حياك.
بالخير. مرحبا بكم. اهلا وسهلا ابو عبد الله. اهلا وسهلا. حالك عساك طيب؟ الحمد لله بنعمه. بشرنا عنك. الحمد لله بخير. يا مرحبا. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. اليوم عاد ابو علي منورنا. نور نور. يا مرحبا يا ابو علي. جزاك الله خير. ايش حالك؟ الله يطول بعمرك. الله يسلمك. عاد اليوم لي الشرف يكون انا معاكم بهذا اللقاء ومع الجماعه الطيبين وال الشرف لنا يا ابو علي والله. اليوم عاد جبناك على السيف جديد. حلول الذاته جديد. ايه كل جديد كل غالي جديد بالحالي كل جديد حلول الذاته حلول الذاته. يا سلام الشالي من اسق وحديد بابات. يا سلام. لكن هذا لك ابو علي عشانك اول يلزم وياي اليوم على السيف. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يا مرحبا بك. يا مرحبا. بشرنا عنك. الله يطول عمرك. علومك الحمد لله بخير. الحمد لله. اللهم لك الحمد. طبعا اليوم جمعتنا على السيفه هذه طيبه وعلونا بعد راح تكون طيبه. اليوم بنسولف انا وابو محمد قبل شوي بما انكم متاخرين علينا. وابو محمد كان يخبرني بان الاول اللي يتاخر يفروا له الميداف. فما ادري ندور لكم مياديف نفرها لكم الحين وتونا تسبحون ولا شو؟ هي اللي ما يلحق على الدفور الاول هي مره يشوفونه قال فلان جاي بس اللي اذا دخل عليهم بعذر بعدين هي ولا مره تروحون الميداف وهي اقول له سير ويا مال التالع انت. ايه شو رايك ابو عبد الله؟ لو فيك كان ركبت اول بادي. انا شد. ها شو ابو عبد الله شو تقول؟ والله هذا عدنا هذا الكلام صحيح؟ وجرى علينا بعد. ها جاري عليهم. اي نعم جرى علينا. جرى السلام. اي جرى علينا خلاص ما يخلوك ترجع العامله. لا ورونا الميداف ورونك انت والبحر ميداف. السلام. يعني حتى بالبحر شيء وقت لازم نعم لو يسبح ويتعلق بالعامله يمشي وروا على الميداف خلاص روحوا عنه ما يخلون يركب. ايه ايه خلاص ما يروح. ما شاء الله. هذه ما سوبت فيك بعد ابو عبد الله؟ لا انا دائما قدام. يا سلام. دائما قدام انا اول واحد. لا احنا نتكلم على اللي تاخر يعني. نتكلم على المتاخرين. لا ما تاخرت عليهم قبل يوم يا ابو عبد الله قلت له انا خبرت عمر قلت لها تعال هاي السالفه الاول نعم عندنا نعم نعم اللي متاخر خلاص اجلع من الاصوات مره خلاص نتعلق في العامله قال لا يركب ما يركب هي خلاص ترى عندهم بعد الحيني انا نضغي هني في نديفي هي ويوم يركبوا عنا وما نلحق نتعلق في الشاحوف ما يخلونا نركب لين متعلقين فيه لين نوصل الشرق ما شاء الله قال ما تركب هي تأخرت عليهم خلاص ما تركب ما تركب رجيك واحد منه ويشله يبطل ايديك ودزك ولا دزك البحر وخلاك تسبح تسبح ولا عاد انت تشيل الميداف مالك ولازم بعد تشيل الميداف مالك في يوم بتي هناك ترده وياك تحطيه على كتفك تحطيه على كتفك وتوديه للصوب الشرع العامل ما شاء الله انا ما قلت لازم الاولين عاد مرهم عليهم يعني ابو علي بما انك اليوم قوانين عندهم هذاك صلب رجال يعرفون كيف المعاني صح ما الا بس صح صح. زين عاد ابو علي بما انك اليوم يعني ويانا على السيفه وعلومك في البحر بعد ما شاء الله يعني عندك والله قليل عن البحر معلوماتي لان قليل لان كانت زبار الله يسلمك ما فيها مال ضغوه هي ثبر لان ثبر واعتماد الله على الله ثم على مثلا يوم يثبر البحر نجيب منها الكيزان الصفد نحصله الحفره نحفري ويكون هذا غذاء لنا يكون ما شاء الله نعم ولا في زباره يعني قليل دخلاتكم للبحر نعم نعم قليل ابو علي نعم وحتى اذكر كان العرشان على البحر في عندنا الله يرحمه واحد يصير بشاشه يتقزي يسموه تقزي يتخزي بروحه والله ما شاء الله نعم نعم بروحه بشخص بروحه نشوفه ترى ما بعيد تقضي عنه صحيح والعرشان على البحر بالضبط صحيح نشوفه بعيننا مره يطب البحر ويخلي الشاشه بروحه يا سلام نعم والله ويجيب ما شاء الله اللي الله كاتبه نجيبه ما شاء الله نعم زين يعني هذا الاول يعني هذا الساحل بطوله بعد عندكم ابو عبد الله في دبل الحصن ما شاء الله بعد يعني اللي عندهم خبر في البحر وعندهم ذاك العلم بعد ناس معروفين مو بكل حد يعرف للبحر ومو بكل حد دخل للبحر ابو عبد الله ولا شو تقول والله 85% في البحر 85% من اللي يعيشون على الساحل يعرفون للبحر دبي طال عمرك جمعت بين البحر والبر يوم الخب ما يقدروا يسيروا لازم اجباري انت تروح انت واهلك النخل تشوف وش يسووا وش صناعتهم وش زراعتهم وش شغلاتهم ما شاء الله ما بيخلوك فاضي نايم ما شي نوم
يا بالبحر يا بالبر. ما شاء الله. مثلا الصبح رحت البحر، العصر لازم تروح عندهم بالنخل، فمرتبطين يعني 85% ما شاء الله يعرفوا اللي يطرق الياخ، اللي يقلد الحبال، اللي يكمبر حق البيطات هذه، اللي يطرق حق البرية، اللي يطرق حق القباب اليريور، يعني شغلة البحر كل حد يعرفها، وهذا علم هذا، والولد لازم يكون عند أبوه وش يسوي، وش سواء بالغوص إذا يغوصوا للخباط، يغوصوا للولو، يغوصوا هذه وياه مرتبط للدوابي، للياخ، كيف ينصب الليخ، كيف يعرف قوانين الليخ، كيف يسوي الإصداق، يعني وياهم مرتبطين. يعني 85% من سكان دبل حصن يعرف البحر ويعرف البر. ما شاء الله. أنا مرة يومية بالبحر، باكر ما رحت سيدة النخل. النخل على طول. النخل على طول. ما شاء الله. يعلموك كل شغلة. زين، هذا اللي نقوله بعد أبو محمد، ما شاء الله يعني في دبل حصن وفي خورفكان وفي كلبة جمعت ما بين ثلاث بيئات، البحر والزراعة والإبال، يعني ثلاث بيئات مختلفة. بس إلا منطقة واحدة لا، عندنا نحن خور كلبة. هي في خور كلبة يختلف، أنتوا بحر بس. لا بس بحر. هي. لأن ما عندنا نخيلنا وزارعنا دحيات. هي. دحيات هذه أيام الصيف. من الموسم هذا الحين بدأ عاد الشغل حق هذاك. ما شاء الله. لولا في البحر يصير. هي. يعطونا إجازة يقول باشر خمسة أنفار سيروا للنخيل، اللي ينبت ينبت، اللي يخلب يسوي هذا يويز، اللي يخلب النخل. نعم لا من النخيل. ها خمسة أنفار كل يوم. ما شاء الله. إلين يبدأ تخلص العوامل. هذا عندنا. عاد بس لو خيروك بمحمد البحر، مالك بديل عنه؟ انا طالع ظني كان امي الله يرحمها تعتني بالبحر. الله. انا مستويت في البحر. الله اقول لك بالهداك، وبعدني توني كذا ادرس بعد عند حياتي مطوع حمدان الله يرحمه. الله يرحمه. وشلني ابويا نورني داخل البحر، والبحر موي موي الاول فور كلبه قبل ينحفر موي. وش بقول لك؟ طوفان. ما شاء الله. الا من انحفر الحين خف الموي. صحيح. الحين اختلف شوي. اختلف خف الغزر، استوى غزر زيادة. هي. كان أول ما كل مكانات غزر. صح. في خيران عندنا اللي هو المضغة. هي. وخور الجنوبي، خور الشمالي، هذا خيران. هي. يوم تثبر الماية كاملة يتم باعين. هي. أربع قامة، أربع أمتار. صحيح. أما يوم ماية متروسة لا خمسة ستة أمتار يستوي. ما شاء الله. ومحلات مقاطع. هي. سمي المقطع. هنا عندنا في الرقة اللي حين عند الأريل مال التلفزيون، وعندك المقحمة، وعندك اللي هو مقطع العظم. بس هذا ذيك الأيام ماية متروسة لازم تقطع وتسيل يم ذاك يوم يضغى العوامل. بس القرم ذيك الأيام أبو محمد تايه. القرم هاك الأيام، الأيام ذيك يعني لا، هاك الأيام يشرب ماي حلو. هي. وديان تطيح فيه. ما شاء الله. تازم الطينة نص متر. ما شاء الله. نص متر الطين، وتحصل هاي المشعورة فيه زي السعد هذا ناقضة، هذا القبقوب بس ما نطلع من هذاك. هي. حصله بس بارك فوق. هي. فوق الهذاك ما في هاي صوة. ما شاء الله. أما اليوم من انتهى الأمطار خور كلبة منتي من خطم ملاعه من اليفرة إلين تطلع وجه الخور كله حصى ما يطين. صحيح. ما يطين. الحين خفت الأمطار شوي. ما شيء، مو الامطار يعني حتى الاشتاء هذا ابو عبد الله طاف علينا. ما شيء. الاشتاء هذا بعد كانت قليله شويه الامطار فيه. الحمد لله. ما الحمد لله. امطار السنه الله يسلمك الحمر قوي. هي. ما الحمر السنه ما ضرب. صحيح. يقولون الاوليين اصحاب البحر لا الحمر ولا الكذب. اذا ضرب الكذب. هي. الكذب ها والله انه الحمر يعني الحمر والكذب. اي نعم. اول سبعين اول يضرب الكذب. الكذب كذب هذا ولا ضرب ولا ما ضرب. ايه هذا در. هذا في السبعين. في السبعين هذا در. هذا در. اي نعم در. درور في السبعين. ايه عاد ابو عبد الله يتخبرك ابو علي. عاد سؤال مهم هني. فرق طال عمرك الكذب ليش يسمونه كذب؟ ايه الكذب ها يعني امطاره خفيفه ولا ما تجي ولا ما ضرب ولا ما ضرب. الكذب لكن الاوليين يعتمدون على الله ثم على حمر. اذا ضرب الحمر وسوى خب قال ابشر السنه الحمر قوي الامطار متواجده. ما شاء الله. هذه اصحاب البحر. سبحان الله. اي نعم. ما شاء الله. يعني هذه دور. هذه دور ابو عبد الله.
الحمر في اول الشتاء وهذاك يجي في اخر الربيع المرباع اخر تالي القيض يجي يضرب في 70 اذا ضرب يسوي امطار واذا ما ضرب قالوا لك كذب هذا في الدر 70 ما بينه وبين بين وبين سماه لي كذب اما الحمر في الميه الميه هذه يوم يضرب الحق قال ايه الحمر ترى جاي هاي الميه دخول الشتاء هذا دخول الشتاء اول الشتاء دخول الشتاء الميه بعدين الدش عاد خلاص حسب حساب الشتاء بس الحين احنا انتهينا من الشتاء خلاص الشتاء ماشي الحين اليوم لا حمر ولا كذا ماشي لا لا حمر ولا شيء ولا نعشي ولا نعشي ولا مطلعي خلاص الحين يقولون الاولين يا روس شاله ويسمونه فارسي بس هذا نعشي بعد انتهى خلاص انتهى الحين يقولون اصحاب البحر سافر مال اليتيم خلاص ماشي سافر مال اليتيم يعني مأمن يوم بسافر فيه تودي صح بس هنا ما في قهوية خلاص ما شاء الله الحين الموسم فتح تغلق عاد هي. الحين عبي بتغلق هناك صوب الهند ومناغ مناغ بتغلق عاد هي. صوب العالي هناك سافل سافل هنا سافل هذا العالي العالي هنا العالي انفتح صوب البصرة وصوب مني وانت رايح هذا يسمونه العالي ما شاء الله مناك سافل صح الحين عاد هناك بيتغلق من يدش شهر 5-6 خلاص دار العلم ما شاء الله خلاص ما في سفر ما في شيء انفتح عاد هالصوب هني عاد هالصوب خلاص يبدا يتبدل انفتح علينا عاد احنا لين يتمون عاد الحين الخشب مشكله طبعا كل في اليداف الحين عاد صح لين شهر 7 الحين بعد انهم الحين عاد جايين الحين عاد السفر يتي عاد تعلي اللي جاي من الهند واللي جاي من افريقيا واللي جاي من عدن واللي جاي من كل مكان عاد يجون السفاره يجون السفاره طال عمرك المجرى سيده راس الحد اذا يب راس الحد صاحب الكويت راح الكويت ما شاء الله وصاحب الخليج دش الخليج من راس اللي مر مسكت وناس من خورفكان واللي يروحون يمرون دبي وهم رايحين عاد اصحاب كل سبيلهم زين يختلف بس ما ادري في دبي الحسن تختلف عندكم الدرور ابو عبد الله لا نفس الشيء نفس الشيء ونفس هذا الحيمر والكيدب وعندنا البواق بعد يسموه البواق هي. شو هذا؟ هذا هواء مثل العاصوف يجي ويفر يجي مثل الكيدب مره يعني 5 دقائق ربع ساعه نص ساعه بس يفر السفينه دور مدار ويسحبها ما شاء الله يسمونه دالوب هذا مثل الدواليب لكن نحن الكويت ونحن نسميه البواق تي ما تشوف السفينه تبحث عنها تشوفها يعني مسير 10 كيلو 5 كيلو 6 كيلو ما شاء الله تاخذها المايه اذا المايه صقي زين تبر تاخذها هذا يسموه ولا الاضرار نفس الشيء ايضا اهل النخيل الزراعه عندهم بعد نفس الاضرار بس شويه يختلف فرق يمكن در واحد او هالشكل يختلف عندهم شيء بسيط يعني ايه بين درور البحر بس درور البحر غير ودر البر غير وغير البر غير يعني شيء بسيط يعني صح صاحب البحر غير هذيله بحسابهم وديله بحسابهم كل ساحل له يعني حسبته ابو لا نفسه شوف الدرور كلها بس حساب البحر غير وحسابه للبر غير صح مثل حساب البحر اليوم 70 هي حساب البر عندهم 90 او او 100 حساب البحر ما ينزل مرتبط ويا النواريز يقول لك اليوم النواريز فيها 200 حساب البحر مرتبط ويا النواريز ما شاء الله هي حساب البر لا محتزر ويا الزراعه صح ويا الزراعه يقول لك اليوم 70 نخل بتطلع ما شاء الله أشكل يعني عاد هذه الحسبة تختلف أظن المزارعين عندهم مثلاً 10 و20 و40 و50 و60 وأنت رايح بالخمسين يقول لك الحين ازرع البصل طيب بزرع بالستين قال له بالخمسين هذا شتاء الخمسين أفضل خمسين شتاء ما اليوم الخمسين الحين خلاص بتي عاد بتي قدام أيوه قدام البارح ثريا غيوب ثريا كله غرابي هو هذا ما يزرع شيء خلاص ما يزرع خلاص بس 50 شتاء اللي يقول باهو الحين صح اللي انت زارع انه يعني الحين يستوي ما شاء الله الحين عاد حصاد ما الحين
يعني هذا بعد ابو عبد الله يمكن الموضوع شوي ياخذ حسبته ان كان في البر ولا في البحر. ايوه مثلا انا ابغي ازرع شيء معين، اروح لناس كبار هذه لاهل الحسبه واهل الزراعه، والله انا اليوم ابغى ازرع فندال، ابغى ازرع اقلع اقور همبه، الهمبه لا، الهمبه يزرعوا مثلا بالخمسين بالاربعين يعني من شهر 10 و11 و12 هذه زراعة الهمبة، لو بتقص عود بالزرع وبينشر بهذه المواسم ليهم مواسم ما شاء الله. انت الحين تشوف المشاتل هذيلا يقص عواد من الاشجار ويزرعها بقواطي ما فيها عرق ما فيها شيء تنشر، لكن في در لا ما تموت ما شاء الله، يعني لها حسبة معينة. مرة هذه حسبتهم قال لك لا تزرع. زين بما ان هذه الحسبه راح تختلف بعد عند ابو علي ما شاء الله عليك، بما انك راعي التراث يعني ما شاء الله نشوف نحن عندنا امور كثيره يمكن تغيب عنا مصطلحاتها في بعضنا، انتم ما شاء الله عليكم اهل العلم والخبر عن هذه الامور، ولكن ما شاء الله عندنا امور قدامنا نشوفها. هذه الحفره. الحفره عندي حفره. هي هذا كان الغذاء اساسي مالنا. هي بالصيف ولا الشتاء؟ يوم يثبر صيف ولا شتاء موجود. هي يوم يثبر البحر. يوم يثبر البحر هي هذه تحصل منه ما شاء الله. هي نعم. وكنتوا عايشين عليه الاول ابو علي؟ ما عند الجسور بعد. لا عند الحصب لانه تبى سيفه خفيفه يكون. ما شاء الله. ايه سيفه ما عند الحصى. ايه. دبر هذا الدبر يوم يدبر البحر يوم يدبر البحر يسويها من هذه الحفره. هذه موجوده في دبر زباره بس. عندنا بزباره. بس. الولايه ما فيها. لا الولايه ما لان في جسور الطين والجسور الزبار دبر الزبار اذا طلع ثبر يا طلع البحر نعم. طلع الدبر بعد الدبر تطلع هاي حرمله هذه تطلع ما شاء الله بعد ما يثبر البحر يطلع دبر يسمونه دبر زبار عود هذا يتنوا فيه وبعدين يطلع بحر يتنون الكود الثبر الطويل هاي الشتاء نعم. من شهر 10 لتقريبا شهر 4-3 ما شاء الله. اما بعدين بالصيف هذا يثمر قليل زين بعد ما تطلعونه من البحر ابو علي شو تسوون فيه؟ شو استخدامه؟ هذا نطبخه للاكل حق الطباخ. نعم يسوى المرق منه مثلا صالو المرق هو عندك تحت العيش يسوى بروحه مثلا ماي مع الماي ما شاء الله زين وعليها الليمون والبصل يا سلام نعم زين الحين بعدهم ياكلونه لهالوقت نعم. ما اختلف يعني عندنا هي اتوقع نفس هالمكان اللي الحين ما حد يشيله تروح وتلوث تفتش تروح هاي موجوده ما شاء الله بس هذه هم يبونك كان فيها يعني ايه يلقطونه يحفروا عنها هي ما تطلع على وجه البحر على هذا الحفره ما الحفر يكون الحفر كذا ها بسيطه يكون يعني تحصل بعد ساعات تحفر تسوي لك كذا تحصل لك منه مزمام قفير او قفير بعد ساعات تحفر مخرافه او بق لا مجاري يعني يمكن تحصل قليل يكون واكثري تطلع في مجاري الوجان يوم تجي الوجان نعم تكثر اكثر ما شاء الله خاصه يوم كان اول ما فيها لولو ما فيها لولو لا حفره هذه ما يطلع فيها دوك عادي لا الكبر بس يصير هاي كبر الدوك هي كبار هاي كبر شوف عطني محمد شوف حاطه ثنتين هاي صغار شوفها لا هذه ما حفره هذه الحفره شوفها هذه الحفره عاد راونا اياها هاي الدوك شوفها بس هذه بعد هاي الحفره شوفها هاي الحفره نعم صح هذه صغيره شوف شوف شكلها تندفن الله يسلمك في هالشكل في التراب في التراب هي تندفن في التراب وعليه الحصى هاي عليه الحصى يوم يثبر الدبر هذا كل واحد جايب له سكين ولا جايب له شيء نعم ويحفر كذا بريوله ها ويقوم يطلعها تطلع ما شاء الله في ناس يحصلون محل في محل ما تحصل ينتقلون من محل لمحل يعني في بعض الاماكن ما تحصل تنتقل من محل لمحل لها مراعي هذه يا ابو عبد الله اي نعم هذه بس هذه الطبيعه اللي فيها انها تحصلها دائما صاك هي يعني ما تاخذ رمل مو مثل الدوك يستوي في البحر الدوك اللي هي اكبر شويه اكبر الدوك عودة هي في عربي فيها فيه ثلاث انواع ثلاث انواع فيها حفره هي وفيها دوك وفيها لحك اللحك يستوي في المرجان هي يلصق فوق يلصق في المرجان اللحك هذا اللحك تكون حمراء هذه ايش بعد كيف حجمها يكون كبيره شويه لا كبيره شويه
بس لحمل جديد زي محارة اللولو. ايه بس لحمل جديد لونه احمر. احمر لونه. هذيك تستوي أحمر. وين؟ تستوي في المرجان. ايه اما الكوز عطنا الكوز في اليسر. هذا عندنا الكوز بعدين. الكوز هذا الكوز هذا يستوي بالحصى. ايه يكون لاصق بالحصى. يستوي بالحصى تحصى ما بين حصى وحصى بين حصى وحصى. ايه اما اللحك بالحصى وهذه تستوي زي ما قلنا شرحنا لكم فيها. تستوي في الارض الحصى الخفيفه يوم يطلع البحر يذبر البحر يسمونه دبر. الدبر هذا يستوي عليه الصو بعض الساعات. الصو هذا يستوي في القصاصير ويستوي على الدبر هذا. ما شاء الله. الصو هذا بتكون عريضه وصاكه انت تكسرها وتاخذ طبعا ما يطبخونه. على طول تكسرها وتشربها. ما يطبخونه صحيا. ايه بس هاللي يفلقونها يفلقونها بعد الطباخ ولا قبل بعد الطباخ؟ بعد الطباخ. اي لا بروحها تفتح. ما شاء الله. هذا تفتح الطباخ تفتح بروحها. بروحها تفتح. ايه زين. في شيء بعضهم يعني يطيح بالجدر. في بعضهم يسمونها الدوك ابو علي؟ لا هذا لا لا حفره 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 حفره. ايه ما شاء الله. نفس نوعيه الدوك. زين اليوم ان شاء الله عشانه بحري يا عيال بما احنا نرمس عن الطباخ وعن البحري. علومنا طيبه اليوم ما قصرتوا. بشكرك ابو علي ما قصرت. اليوم وجودك سعدنا ونورنا ولينا الشرف يكون. وجزاكم الله خير على هذه الدعوه الطيبه وعلى الوجوه الطيبين. ما قصرت نعم كذلك ابو عبد الله ما قصرت. علومك طيبه. طيب الحمد لله وجزاك الله خير على هذه السوالف. ما قصرت. حاضرين يا الله يسلمك ابو محمد. نعم جزاك الله خير. عندنا هاي اللي الحين طروها هاي ما موجوده عندنا. هي انتم ما عندكم في بس عندنا هذه اللي تستوي الحمراء اللي يقولوها العينه. هي. زي الصدفه على الحصى على اليسر. ما شاء الله اليسر هذا. ومن يو الاسيويين هذا في الليل يسيرون ويقصونها مره بسكين هذا. ايه عادي بالنا زياره لهناك ابو محمد ان شاء الله ونشوف هذه هناك. على خير ان شاء الله باذن الله. ما قصرت يا ابو محمد. حياك جزاك الله خير. ابو عبد الله شكرا. جزاك الله خير وما قصرت. علومك طيبه اليوم. الله يبارك فيك. ما قصرت. الله يخليك. مشاهدينا الكرام الين هني نكون وصلنا لختام جلستنا على السيف. ان شاء الله لقانا في جلسه ثانيه وحياكم الله. Get it!